اهلا بكم لا زال مشاهدين في حلقه جديده من الزلزال. حلقه سعيد جدا تكون ضيف عليه خلال واحده من الاعلاميات الكبار محبوبه جدا، عندها قبول رباني عجيب. منذ الظهور الاول وصلت بسرعه كبيره جدا جدا لقلوب المشاهدين، تربعت على اهتمامات، كانت متصدرة دائما محركات البحث، تترصد أخبارها، تتداول أخبارها الناس باختصار شديد. هي ممكن تكون كانت الشغل الشاغل لفترة طويلة جدا جدا، لسنوات طويلة، وغابت وظهرت وعندها تفاصيل وعندها قصص وعندها حكايات. الليلة نحن حنناقش معها كلها بالترتيب، بس نتمنى انه زي ما بنقول دائما صدرها يتسع لنا والخوة في مكانها. هذا البرنامج ياتيكم برعاية بازبار للسفر والسياحة. والله من هسه صدري ما تسع لك الحاجة. انت عارف رجع خطوه قدام وخطوتين ورا، انت عارف صح يا اخي. زيك يا اهلا، انت كويس؟ رمضان كريم عليك يا اخي. الله على ان شاء الله رمضان كريم، الله اكرم ان شاء الله علينا وعليك وعلى جميع الامه الاسلاميه وعلى السودانيين ان شاء الله. تصوم وتفطر على خير ان شاء الله رب العالمين، ورب يديك الصحه والعافيه. شكرا جزيلا، الله يديك العافيه. بدي اقول والله من ما تستحقين يعني. شكرا. طيب الزلزال بشكل عام، عندك بقت لنا من 4 صناديق ملونه النهاية، سبحان الله شكلها لنا علم السودان يعني. يا سلام. فعندنا 4.8 صندوق الأبيض، 6.9 صندوق الأحمر، 7.3 صندوق الأسود، 10 داخل صندوق عندنا اللي هي درجات متفاوتة بتاع الزلازل، نحن حمر بها كلها. طيب قبل ما نبدأ عندنا بس الإقرار ده، تمام؟ توقع لنا عليه تحت الاسم توقيع، انك ما ممانع في بس محتوى الحلقه دي يعني كده. القلم ما بدي القلم. لا طيب، انا لو عندي احتراط على حاجات فيها ينفع ولا لا؟ احتراط كيف؟ ما معروف انت حتقول شنو. انا ضامنه نفسي لكن ما ضامنك. والله انا اقول حاجه، هي انا ما يعني هو الاقرار بس بالمحتوى لفكره البرنامج عموما. اللي فكره البرنامج عموما يعني، وذاته هسه ده برنامج بالمناسبة الوقفة دي. بالمناسبة أنا يعني أنا تشيري طمضة طوالي. لا ما حشيري طمضة طوالي طبعا. ما كده هسه الناس حيقولوا يا أخي رشا خايفة ومتخوفة. خايفة، أنا عارفة حتلعب اللعبة دي. وما عارف شنو يشيل الورقة ويعيل ليها ويجيب. وفي ناس بتوقع، تعرف في ناس بتشيرك ما بعين ذاته أصلا. يا سلام عليهم، دي عندهم ثقة عالية في نفسهم والله، أنا بحييهم عليها. لكن ممكن أي شخص حيديني ورقة أقوم أنا أوقع عليها وأخذ نفسي في مساعدة. أجري أجري كلامي فوق شنو؟ اوكي، نشر البرنامج ولكن ما صار لي. انا حكتب لك ينظر ويفات. تمام. اكتب لك ينظر ويفات. اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ بس التوقيع. اوكي تمام، شكرا. عفوا، مرحب بك بعد التوقيع ده حبابك. اصلا زورتها في التوقيع، تفضل قول عايز. طيب قبل ما نخش ونشوف الحاصل في الصناديق دي شنو، طبعا ما حنقدر نتجاوز اصلا الحرب الدائره حاليا في السودان طبعا، يعني ما حينفع نتكلم عن اي حاجه، وحتلاقينا في كم حته. لكن خليني في البدايه اعرف، لما الحرب دي قامت رشا كانت وين؟ وطلعت لو هي في الخرطوم طلعت كيف؟ ولو هي بر السودان الاهل كانوا قاعدين هناك؟ انا داير القصه بتاعت رشا بعد سماع الاول طلقه، حصل شو؟ القصة هي طويلة. طيب ما مشكلة. لكن لا. طبعا يعني خلاص أكملنا العام يعني بالتقريب، وده خلاص الشهر الأخير في العام اللي منذ بداية الحرب، وإن شاء الله تمنياتنا يعني كان عندنا أمنيات كبيرة إنه رمضان نرجع نصوم كلنا إن شاء الله في ديارنا. ربنا يعيد الأمن والسلام والاستقرار إن شاء الله لربوع السودان في الخرطوم. يعني الحمد لله بشريات جميلة في مدرمان، الحمد لله. أيوه. إن شاء الله الخرطوم وبحري في الطريق بإذن الله، والجزيرة وقراها وكل المناطق، والحمد لله إنه كمان عودة الاتصالات، وإن شاء الله نتوقع عودة الإنترنت قريبا بإذن الله. بإذن الله. الطلقة الأولى ما حضرتها لأنه كنت في العمرة رمضان الفات. أنا وصديقتي وصحبتي وأختي لينا يعقوب، تحية لها لكل التحايا. فعرفت بعد كم ساعة بعد ما الحرب بدت.
لأنه طبعاً بالنوم الصباح بعد كان طبعاً العشر الأواخر آخر أيام وصحينا الساعة 1:02 ظهر، تليفونات مكفولة طبعاً من كثر الإشعارات وكذا، وعرفنا إنه حرب قامت وما حتى ما كان في استيعاب أصلاً إنه دي حرب، يعني إنه في خلاف وفي مشكلة، معناه مفترض نهاية اليوم تنتهي. أيوة. ده التصور الأول يعني. أيوة. فمنتظرين. أول ما عرفت الحاجة دي تذكرت أولادي، لأنه أنا مشيت العمرة وأولادي هناك، فأول ما أنا بسأل لينا وهي عرفت قبلي بزمن بسيط خالص، فهي بتقول لي خلاص الحرب قامت، المطار قفل، القيادة. فلما قلت لي القيادة أنا بس بتذكر فصورة أولادي يعني، لأنه نحن في بري ساكنين في بر المحس اللي هي 3 شوارع من القيادة العامة. أيوة. فدي من أول المناطق اللي هي تأثرت طوالي. فاتصلت تليفون طوالي على ناس البيت بتكلم مع أصغر واحد في أولادي، وأنا سامعة صوت طق 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 طق، صوت قريب يعني، قريب منه خالص من التليفون. فبقول له ودي شنو يا فارس الصوت ده؟ فارس بقول لي ده ما رصاص يا ماما كده يعني. ده كله أنا ما قدر استوعب الحاصل شنو يعني. بتكلم مع أخته قلت لي صوت الضرب ورصاص صحانة من النوم الساعة 9:30 10 صباحا، انتوا قاعدين وين؟ انا بقيت اكورك في اخوها الصغير انه ينزل، لانه صوت قريب جدا انا سامعه في التليفون. فبقول لي انزل تحت الكنبه، انزل تحت السرير، انزل في اي مكان. فابوهم برضو كان بعيد منهم ما كان معهم. فتصرف ثالث يوم قدر بعد ذاك هم يطلعوا من منطقه بري، واصلا بري المحز دي كلها رابع يوم خامس يوم هي تقريبا فضت يعني، لانه كان حاجه يعني نفسيا متعبه لهم كلهم وخطره طبعا. المنطقة الأقرب يعني منطقة حي الصفا وامتداد ناصر والحتات دي كلها. أيوة. فبعد ذلك أنا بقيت في رحلتي إنه أرجع من العمرة، ما قدر أستوعب أصلاً المطار قفل. كل شوية بقولها طب نرجع بالمطار، بتقول المطار قفل، ما قدر أستوعب إنه الحاجات دي كلها في لحظة واحدة. فاضطريت رجعت بالبر ودخلت عن طريق أديس، دخلت مدني. فبقيت أولادي من الخرطوم مشوا على الشمالية، فبقيت إنه ألاقي أولادي كيف يعني. بعد ذلك بقيت قصة وحكاية طويلة يعني. فبعد ذاك المتغيرات اللي حصلت دي كلها جات، وكل ما للوضع ماشي يعني، فالحمد لله يعني. الحمد لله. لا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على السلامة، طالما ما في ما في ضرر كبير يعني، هم كلهم بخير. دي سلامة، دي سلامة صحيح. طيب خلينا نشوف هو الصندوق 4.8 تحيو. اوكي تمام. في ورقة دي لا. ايوه طيب. الورقة دي فيها 3 أسئلة. أسئلة سريعة هتجاوبين عليها كلها. تمام. السؤال الأول، حاجة نسيتيها في بيتكم في الخرطوم ندمتي إنها ما معك حاليا؟ حاجة عينية مادية كده ما عندي. ما عندي حاجة، بشوف إنه أي حاجة بتكون بسيطة جدا قصاد الحصل ده كله يعني. صراحة ما عندي حاجة بتحسر عليها، لأن المصيبة كان حتكون أكبر لو كان في مصايب أكبر يعني، قدر ولطف الحمد لله. ما ضروري تكون حاجة مثلا عينية، لكن ممكن تكون حاجة تانية، شهادات، أوراق، عندك حاجة عندها ذكرى معاك مثلا؟ ما أكتر من الذكريات، وإنه البيت يعني معمول يعني زي آلاف وملايين البيوت اللي اتعملت واتنهبت يعني طوال. إحنا من أول البيوت طبعا اللي اتنهبت هناك برضو. حتى الوقت داك ما كنت متخيلة إنه يعني في خلال 8 أيام يعني، سرقة تقريبا النهب ده 8 يوم أو 10 يوم من الحرب. فما كنت متخيلة إنه حيجتاح برضو كل الخرطوم بالصورة دي كلها يعني. فحاجات غريبة على الناس حصلت، وإن شاء الله يعني الأمن والاستقرار إن شاء الله يعود سريعا إن شاء الله. للسودان بإذن الله. إن شاء الله. السؤال الثاني، نسبة خذلانك في الناس القريبة منك بعد الحرب كم؟ داري نسبة أنا. والله ما تعرضت لخذلان بعد الحرب، لأني ما كنت منتظرة أو متوقع حاجة من أي شخص. ف يعني كفيت نفسي شر الحاجة دي. ما كنت منتظرة من أي شخص أي حاجة؟ خالص خالص مكتفيه كده بال مكتفيه. ايوه ما كيف ما فيزر ما بيحتاج لاي شيء. ما خلاص هو الناس كلها وضع واحد. اذا كان معنويا او ماديا منه الحيواسي منه يعني. ما كل الناس في الناس اللي فقدت الارواح، والناس اللي فقدت املاكها. وفي ناس جاي من غربه بعد عمر طويل، حصاده كله انتهى في ثانيه. وفي الدانات اللي وقعت في البيوت وفقدت يعني اسر يعني، ما في حاجه انت حتنتظرها من شخص ثاني يعني. فالواحد بيقول الحمد لله وواصل بس. الحمد لله تمام. 3، مكان يدمر في الخرطوم حزنت عليه أكتر من بيتك؟ والله الحزن الحقيقي أنا بالنسبة لي كان في مدني، سقوط مدني
يعني أنا صراحة أسبوع كامل كده ما قادرة أتوازن، مدني بحبها جدا وقعدت فيها بعد الحرب شهرين يعني غطيت فيها شغل لمدة شهرين بعد الحرب، يعني حالة النزوح العالية اللي كانت هناك. فبحب مدني في الظروف العادية بنمشي عند الضحية بنضحي هناك، عندي أهلي هناك قرايبي، فسقوط مدني صراحة حزني جدا يعني حاجة ما كان شخص متوقع ولا كان عايزة، وإن شاء الله الأمن يرجع لها قريبا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. طيب أشوف طوال الصندوق الثاني 6.9 كده فيه كم حاجة ممكن تمام. عندنا ثلاثة حاجات، عندنا ورقة وعندنا جنيه وعندنا ذاكرة. نبدأ بأتو حاجة بحاجة دو الورقة أشوف سؤالك الورقة ده متوقع ولا متوقع؟ طيب تحب رمزية الأشياء أنت طبعا طبعا. طيب الورقة دي فيها فيها اسم الاسم ده انت هتقول لي دارين نتناقش في تفاصيل تفاصيل حوله كده وكده وممكن يودينا برضو لحتات تانية، لكن عايزك يعني انت تسمح لي انه قولي قوله يعني بعد ذاك خلينا انا اوكي اشوفه اول. لا ما هو صعب انك تشوفه. ليه مفاجأة؟ لا صعب إنه هو هي تقال القصة وين القصة في التحدي بإن إنك أنت تقبلي تسمع اسم هنا لكن ما عندك مشكلة خلاص محاول. أوكي قبلتها بس نشوف الاسم اللي أنت بنجهزه. طيب نقوله لوشي. ماله لوشي شنو السؤال يعني؟ ما في سؤال حنتكلم يعني لوشي يعني ما بعرفه إعلامي. ما بعرفه ما بتعرف لوشي؟ يعني بشوف في السوشيال ميديا لكن ما بعرفها. طيب يعني رايك فيها شنو مثلا ما عندي فيها راي، اي شخص طالع في السوشيال ميديا حيكون عندي فيه راي. في السوشيال ميديا هي زولة مذيعة في قناة وزميلة يعني كده. ما حصل حضرت لها اي برنامج ما صادف يعني لانه في قنوات برضو انا بكون عندي وقتي مليان وما في زمن يعني عشان اشاهد الاشياء دي، وحتى لما احضر لما حتى اشتغلت في المراسل بعض المراسلين يعني ما شاف الاتجاه بتاع خطي أنا في الميديا وحتى لو سألتني من أي زميلة تاني ما هقول لك رأيي فيها. ممكن أقول لك فلانة صاحبتي فلانة صاحبتي، لكن واحدة هي ما صاحبتي أو ما عندي مثلا معها تواصل فبخليها كده. ما تابعت لي حاجة؟ لا ما صادف، لكن ممكن بعد حلقة دي مش أشوف عشان لما تسيل أكون عارفة يعني. أنا والله بعتقد أنه يعني هي زولة معروفة شديد يعني، لكن كونه رشا ما بتعرفها معروفة شديد بشوف السوشيال ميديا لكن في الشاشة ما صادفتها. انت حضرتها؟ حضرت لها برامج؟ كيف؟ ما خلاص بتكون ضيفتك قبل كده عديت لها طبعا لازم تحضر. لا ما حكيت ضيفة على اي زول لو ثاني يقول لك ايا كانت حضر يعني انا الليلة مراسلة بحضر المراسلين بشوف المراسلين. تقييمك لك كمذيع؟ لا انا ما في محل تقييم لا مذيع لا معلش ما احنا يعني ليه قول لي نسرين نمر مثلا قول لي قيميها ما حقيمها برضو اذا بعرفها ما بعرفها. طيب مثلا يعني نسرين نمر ما حتقيميها لان ليه حتقيمها؟ لانه ما في مكان تقييم. ما في مكان تقييم للانسرين من اي ناحيه يعني بروف على شمه يقيم انا ما بقيم هو يقيمني ويقيم الاجيال القدامي والوراي انا البقيم ما انت اللي بتقيم هاي. وحتى لو الوحده هي صاحبتي يعني قريبه مني وعندها صديقات كتار ونحن ما في محل تقييم لبعض يعني ما في مشكله لو تحت لك بس بتشتغل شغل لطيف بتواصل معه وبحييه عليه يعني لو تحت لك الفرصه انك تكوني معاها في برنامج يعني اشترطوا انك تكون الاثنين في برنامج واحد تقدموه سوا مع لوشي هتوافقي؟ وين المشكله شغل طوالي حوافق ما عندك مشكله الموضوع. الان لو جبت ضيفه معي ما عندي مشكله لا معاكي في نفس البرنامج تقدمه ما عندي مشكله واشتغل على افضل ما يكون كمان يعني ما عندي مشكله اصلا مع اي مقدمه بتاعه برامج وما عندي الحاجه بتاعتي انه دي قدامي وده وراي وكذا القدامي انا بستفيد من خبراته والوراي بستفيد من خبراتي وبنمشي مع بعض. بعدين في واحد بيكون في مذيع ثقيل في مذيع خفيف في مذيع كذا فكل واحد بيشيل الثاني بالفكره هنا. بعيد عن شيء شويه برضه في الظاهره بتاعه اخطاء المذيعات الكثيره يعني في فترات كثيره واخطاء اخطاء اخطاء مثلاً اخطاء زي شو؟ اخطاء يعني أخطاء كثيرة شديد يعني أنا ما أقدر أحصرها لك ذاته أصلا والحاجة دي الناس يتكلمت فيها يعني. الناس يتكلمت فيها مثلا القنوات دي أصلا قافلة لها سنة وين الأخطاء دي حاصلة؟ لا أنا بتكلم لك يعني قبل كده يعني كان موضوع يعني ممكن أطلع فاصل ونرجع تاني؟ أطلع طوالي أي تمام؟ فاصل ونرجع تاني
هذا البرنامج يأتيكم برعاية بازبار للسفر والسياحة. أهلا بكم الأعزاء المشاهدين مرة أخرى، ولا زلنا في حضرة رشا الرشيد. مرحبا بك أستاذ رشا، كيف أخبارك؟ طيب قبل ما نطلع تكلمنا عن أخطاء المذيعين، وأنا حاسس إنه في تحفظ صراحة، يعني أنا في تحفظ مني كده، عارفة، وكأنك أنت ماشى يعني في حقل بتاع الغام كده، ما قدرت تدوسي لك، حسستيني الإحساس، يعني ما مشكلة. أنت تقول أسمع، طيب أصلاً أنت تقول أسئلتك وقول كلامك اللي عايز تقوله، وأنا بقول إجاباتي اللي أنا عايز أقوله. طيب أنت حر وأنا حرة. طيب أخطاء، طيب أنت بتبرر شنو مثلاً؟ أنت كوحدة من المذيعات الإعلاميات الكبار، يعني أنا بقول لك الكبار، أنا كمان زي ممكن أخطأ، يلا يعني بتحصل، ما في مشكلة. الحاجة دي بترجع لشنو؟ الأخطاء، هل عدم التدريب مثلا ممكن في القناة، هل هو الاستسهال في الشغل، هل هي الوغصة، هل هو التعيين بمقاييس مثلا معينة؟ كلها أسباب. فعلا كلها أسباب. السبب الرئيسي شنو؟ ومش في التقديم فقط، في أي مؤسسة وفي أي وظيفة. طيب أنت بتجيب كوادر وما بتدربها، دي بتكون النتائج. وفعلا ما عندنا تدريب كان في القنوات السودانية. كل واحد هو بيدرب نفسه بطريقته، كل واحد بيشق طريقه بطريقته. الشاطر بعد ذاك بواصل بيمشي، والفيل عند محظوظ بيمشي، وفيل ما محظوظ، وفيل بيجتهد وفيل كسلان، كله بعد كده فيه يعني. لكن في مقدم ممكن يدخل حاجة بسيطة ممكن تضايقه وتوتره، في واحد بيكون ثابت، في واحد بيختلفوا يعني. في واحد مطلع، في واحد لا، بالنسبة له والتقديم ده أداء واجب، بيجي يقول كلمتين ويمشي. كل وارد يعني. أكتر غلطة كده تعبتك أنت كمذيع، يعني كإعلامية تعبتك، يعني سمحتيها كده وتعبتك، كان شنو يعني غلط كان في شنو؟ ما بتذكر. دلغم الكبير كده عديت منه. طيب نشوف ذاكرة ولا جنيه؟ ذاكرة. طيب طيب الحمد لله عندي فقدان ذاكرة. لا شو ما تتعب نفسك وتسأل. طيب مشهد شفتيه في الحرب دي ما حيطلع من ذاكرتك مهما تقدمت السنوات، حيكون قاعد، ما حيروح مني قريب. أنا المشاهد اللي شفتها طبعا كلها صور، يعني أنا ما حضرت حاجة في الحرب، يعني ما شفت شيء. بس كل الفيديوهات اللي بتكون فيها نهايات يعني الجثث، وبتكون مرمية في الأرض، بتكون مقطعة الأجزاء، يعني تخلي دي حاجة مؤلمة على المستوى العام يعني. المستوى الخاص برضو فكرتي أنه أنا كنت بعيدة من أولادي شهرين، دي برضو كانت بالنسبة لي مؤلمة لي واليوم لحد الآن يعني. لأنه شهرين دي بتحصل فيها كتير، الأطفال دي البيعي وبيتعبوا وبيتضايقوا من موقف أمهم ما في يعني. فالحمد لله اللغة بتاعه لما بعد أول مرة لقيته في الشمالية، صح ولا؟ أيوة صح في الشمالية. فكنت أحكي لأنتي يعني التهيئة بتحتك كانت كيف، وانتي وهنزات يعني المشاهد الزي ده أنا يعني بحبها كده. ما أنا كنت ذاتي ما قادرة أخذ تصور. طبعا يوم كان يوم ونص المشوار من مدني لحد الشمالية، يوم ونص في الطريق. فيوم ونص أنا بتخيل أنه حلاقيهم كيف، أشكال، أنا بتكلم معهم في اليوم كم مرة يعني. كل حاجة طبعا. فلكن شهرين كثيرة يعني، أنا كنت بعيدة منهم الفترة دي. فثلاثة كانوا في إنهم في لحظة أنا شفتهم يعني. ثلاثة كانوا هم شهد ما شاء الله خلاص طولت بقى طول يعني، ما شاء الله فما بقدر أشيل إن شاء الله. فالصغير نفس القصة. فبعد ذاك بقيت أسمع فيه فارزة، بلقى فيه مصطلحات جديدة ظهرت في كلامه يعني. يعني هو بيتكلم معي كده ويقول لي فلان فلان ده عارف نقطة ضعف وكده، قلت له ولسه 5 سنين ما بفلع نقطة ضعف دي طيب. فهم بيتكلموا يعني حاسس انه في تغييرات يعني ذات فكرة انه هم 4 ايام قاعدين والضرب قوي شديد خالص كده في راسهم، وما في أمه ما في تحتضنه. فيعني الحمد لله. لا 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 تمام، ربنا يحفظه لك ان شاء الله ويخليك لون يا رب العالمين. طيب جنيه ده كم تبلغ ثروة رشا الرشيد بعد هذه الحرب حاليا؟ حاليا ولا بعد الحرب؟ الحرب ما لها سنة. هسه الحرب بس الأحلام لها سنة يعني. هسه حاليا، خلينا في حاليا. هسه حسابي ما شفته قريب أصلا، حساب ما شغال وخلاص نحن برا. طبعا عندنا طبعا خيار يعني عادي. إنه نقول لك افتحي بنكك عادي. لا لا إذا في لا ما في خيار زي ده أصلا. كيف ما في خيار زي ده؟ أنت ماضي هنا على إقرار. لا إقرار، لا إنه محتوى الحلقة يتبسع. أيوة ما إنه أنا جاوب على سؤال بالعمق ده يعني. ده واحدة من المحتويات. كلميني عن المشاريع اللي عملتيها في القاهرة. عملتي كم مشروع ناجح جدا وعمل ضجة كبيرة جدا جدا، ومختلفات حتى الفكرة، الأفكار بتاعتك يا رشا مختلفة في القاهرة يعني. ما الحاجات النمطية
اللي بتعمل بازار وبازار وبازار يعني حاجات. أكلمني شوية عن النشاط اللي تعمل في القاهرة. والفكرة كانت المهرجان بتاع التوظيف. نحن قاعدين مع شركة بنتفاكر معها, هي شركة مصرية سودانية, فإنه هم عايزين عندهم دور بتاع مسؤولية مجتمعية, عايزين يقدموا خدمة للشباب. ونحن عندنا فكرة بتاعت يعني فكرة إن تجمع بها كل الشركات دي إذا كانت في مجال واحد أو مجالات مختلفة. فقالوا هم محتاجين برضو لتوظيف, قالوا طب نحن ما نعمل المهرجان ده يكون هو بتاع التوظيف, انتوا الناس يقدموا لكم السيفيات وشوفوا انتوا محتاجين لمنه. حلو. ونطرح الفكره دي على بقيه الشركات. حلو. أيوة. وفعلا طرحناها والحمد لله في عدد منهم توظف. حتى لما مشيت للمهرجان الثاني لقيت جزء منهم اشتغل في الشركات دي يعني. بعد كده بقت فكره البازارات اختلطت مع المهرجانات وبقت بصوره اكبر وكثيره, وانا اكتفيت بالاثنين اللي انا عملتهم ديلك يعني. كان شهر 11 وشهر 12 فاكتفت بهم الحمد لله, كانوا ناجحين على المستوى العام الاجتماعي. فتح لي علاقات حلوه جدا ماديا, كان الوقت ذاك مربح. ما اعرف اذا تعاملوا هسه حيكون ايوه ولا, لانه في دعوات كثيره جدا بتجيني الان. فاعتقد المنافسه الكثيره ووجود البازارات ذات بصوره كثيره جدا خلت الحاجه تكون مكرره بصوره كثيره يعني. البعض كده اللي بيكون مميز ما كله. فالحمد لله يعني بعتبر انه فكره كانت ناجحه, وحتى لو رجع الزمن لورا كنت حعملها برضه يعني نفس الحكايه. الله بالتوفيق يا. ان شاء الله. وان شاء الله العيد المادي كان مجزي. كان كويس الحمد لله. الجو انتهى يعني. في لحظه يعني طوالي جو خلص عشان ما تسال. ما بمشي لاي حي, هرجع لسؤالي الاساسي. راح سؤالي الاساسي حلال راح. ايوه عشان ما تسال. بالمناسبه دي قبل ما نمشي لسبعه بوينت ثلاثه, داير طبعا الايام دي في فيديو طلع له سنين. ايوه صح اللي هو بتحجي حمدي. ايوه صح حجي حمدي تقريبا كان صح. طبعا ده كان من المواقف انت يعني ممكن تكون من اكثر المواقف يعني. انا طبعا يا دوب لما الفيديو انتشر حتى بقيت اركز في الرياكشن بتاعي انا ذاتي. انت مذهوله يعني معقوله هو انا مش مذهوله انه هي دي المكالمه الثالثه اصلا, دي ما المكالمه الاولى يعني. الفيديو اتقطع بس في المكالمه دي, في مكالمتين اثنين قبل المكالمه دي كانت مكالمات فاشله يعني ما ضبطت. عرفتها الشبكة ما ضبطت, فهي بتقول له ألو وبقول لا ألو, فهو ما سامعه وهي ما سامعه, بترجع التلفون تاني في المطبقة وبتقوم بتحشره كده بتبعه. أيوة. فتاني مرتين المكالمة ضبطت, المكالمة الثالثة قامت ردت. فاتم قلت له أنا قاعدة مع جماعة كده وشنو برجع عليك وكده. فاضطريت اشيل الشنطه يعني. أيوة عشان المكالمه الرابعه ما تيجي. أيوة. فما عارف حيضرب نفس الشخص ولا شخص ثاني. ممكن يكون ده اكثر موقف مثلا يعني محرج مرتين, ولا في مواقف ممكن تكون يعني اكثر مني. والله في يعني في اكثر موقف مثلا ما بنساه, حتى دكتوره ساره ابو دائما بتقوله. كنت مرهقه كده وتعبانه وكده, ففي نص الفاصل كده انا حاسه مشكله ولا شنو؟ اي برنامج في مشكله. فأنا بتكلم كده وحاسة بإلى فترة شو قلت لهم, بقيت أشر لهم أطلعوا فاصل, حتى طلعته تقريبا دكتورة سارة, فأخذته كده وقعته في الكرسي. فبعد ذاك مشيت ودكتورة سارة اضطرت هي تكمل الحلقة بعد كده يعني. فده برضو من المواقف ال أيوه شوية صعبة. مرة برضو واحد من المواقف اللي بتذكروها طبعا زملائي في النيل الأزرق. كنت شغالة BNFM ففي الفاصل بتاعه في أغنية شغالة, كان شغال مهندس الصوت مبارك احمد المبارك. أيوة أيوة. فقام المايكات فتحت, فانت في الفاصل الناس بتتونس طبعا. لا دي قاعده تتونس. ايوه الحمد لله كانت تونس كويسه. كده على خفيف يعني. فبعد شوي لقيت التليفون خدته جنبي انا في طبعا تكون ترابيزه كده والديسك هنا كده, فالتليفون بيضرب, المايكات دي مفتوحه. فالحمد لله اتلحقت وكده يعني. سلامه كبيره. طيب خلينا نشوف 7.3 برضو فيه كم حاجه ممكن تغطيها. ايوه تمام تفضل. طيب 3 اوراق ملونه. حابه نبدا بايه لون؟ نبدا من اليمين لليسار. من اليمين ده يمينك خلاص. ابدا من يمينك. طيب دي الأسئلة المباشرة. طيب أنت غير معتادة على الشدائد والعمل في الظروف الصعبة, لذلك استغنت عنك قناة سكاي نيوز. باختصار بن غسين, الحنكشة ضرتك. والحنكشة استحملتها سنتين كيف؟ ما كان من أول شهر. طيب لا ما السنتين دي نازل كان مدلك حبل الصور.
بدلها حبل الصبر سنتين. حبل الصبر وبيشيلوا المايك بيجيبوا الشمس يعني بدلي ولا كيف؟ يا معقوله؟ طيب يا اخي في الموكب شايلينك دايخه لقى العربيه الفيناي اقول الكومنتات يعني اللي في الشارع والدروب يا اخواننا الناس ذات تصدقوا معك الناس الكومنتات يقولوا لينا دي بتاخذ البومبان ده في راسها بتقوم تشتغل عادي. ايوه يعني رشا تعالي تقعدي في الاستديو مكيف اسمعي ها تجيك الناس خاشين تحاوريون تضحكي ده لكن الشارع ده قاسي عليك رشا تكوينك طبيعتك ما بتتحمل القصص دي. خلاص اوكي لو ده رايك ما في مشكله. طيب سبب الاستغناء شنو؟ انا ما ده طب لو انا سالني بدل الكلام ده كله انا ما ده شنو؟ انا ده اختصر عليك الطريق كويس. طيب اوكي وديكي السبب لكن طالما ده السبب اديني السبب. لما انت قلت ده السبب صح؟ ما ده في وجهه نظر لكن برضه شو السبب؟ احتمال صحيح ليه معلوماتي؟ يبقى معناه انت ما تستبغي الاجابات. رحم الله امرئ اهدى الي عيوب اديني ولا لا انت انت اديني السؤال وانا بديك الاجابه بعد ذاك انت قوم غلطني في اجابتي. يعني الاجابه دي ما في اي حاجه من الصحه نهائيا؟ كيف اي حاجه من الصحه؟ ما في ولا نسبه ولا نسبه بسيطه كده من الصحه؟ 2% 20%. انا ما حقول الاجابه دي صح ولا حقول هي غلط. طيب اديني حاجتك اديني اجابتك انت انسى كلام اللي قلته ده كله. الاجابه انه انا لو مراسله لسكاي نيوز عربيه دي من السودان مفترض اشتغل من وين؟ وأنا زولة قاعدة في الخرطوم مفترض أشتغل من وين؟ من الخرطوم طبعا. وهسا أنا حاليا ما عندي طريق أرجع الخرطوم. طيب دي كل القصة. وانت ما ترجع الخرطوم ليه؟ لأنه أولادي قاعدين هنا يعني أنا فارقتهم شهرين وأجي أجيبهم هنا وأقوم أرجع وأخليهم ترجع يا بهاي خلاص أنت شغلك في النهاية برضه. خلاص أنت شغلك مش حاليا مش في تأمين تأمين يعني كويس على حياتك على حكاية ما تأمين حكاية إنه يعني انا هخليهم لممنوع عرفت يعني مفترض انه انا قاعده قصادهم يعني خلاص امهم يعني غيب منهم كم مثلا سنه. حاسس انه قرار صحيح بينه وبين قرار صحيح لانه انا خديت اولادي قدام عيني يعني وده كان نقاش ذاته مع ناس القناه فقالوا لي رشا نحن عايزينك مراسله من الخرطوم انت كيف؟ قلت لهم انا حاليا ما بقدر ارجع الخرطوم واولادي ما حقدر اسوقهم وارجع بهم الخرطوم وما حقدر افارقهم فوقف الموضوع على هنا يعني الليلة أنا لو عايز أرجع برجع الخرطوم واشتغل عادي من مدرمان من جهة وفي حد في أماكن أمنة كتيرة في الخرطوم وفي زملاء مراسلين شغالين من هناك عادي فدي الفكرة كلها. بتاخدي كم في سكاي نيوز؟ الحمد لله نعمة الحمد لله خير ونعمة يعني ومؤسسة واشتغلت فيها وخليتها خلاص الموضوع انتهى على حاجة كويسة يعني الحمد لله مخصصات كويسة ولحد ما جيت هنا بعد الحرب المخصصات كانت مستمرة فترة يعني. طيب هسه يعني برضو ما في طريقة طيب تشتغلي من مثلا أو طبعا صعبة هو ما ممكن مراسل ده معناه لازم مراسل انت تشتغل من من المكان المطلوب يعني. وطيب الزرقاء انضمامك برضو للزرقاء مؤخرا برضو عندك في رمضان حاليا برنامج برضو في حضرة جلالك البرامج المميزة جدا شوفنا البرومو بتاعها حتى انت ظاهره في واحده من الحلقات يعني متناقل فيديو انك يعني بتبكي كده بشده يعني من في حلقه من الحلقات يعني صحيح. برضو كلميني على الزرقاء وانضمامك لها برضو كان كيف؟ الزرقاء ما انا يعني انا جيت الفتره الاولى وانه طب حامل شنو حتى فكره انه انا اسافر مثلا اي دوله تانية واخلي اولادي هنا برضو صعبه والعام الدراسي عايز يبدا مثلا ايوه فأنا بأخذ مصلحتهم هم فوق مصلحتي يعني أنا في الأخير حتى لو أنا شغالة هشتغل عشان شنو يعني فهم بالنسبة لي راحتهم هم دي الحاجة الأهم فلقيت إنه أسافر أبعد منهم أي دولة تانية وأخليهم هنا صعبة أرجع السودان وأخليهم هنا صعبة فبالتالي بقيت قاعدة هنا فأنا شغالة بإنه بالظروف الموجودة هنا وحتى الزرقاء أنا عرفتها بعد ما جيت هنا الوقت اللي أنا كنت فيه في مدني قطعة الكهرباء كانت طويلة ما كنت حتى بتابع ما كنت عارفة إنه في القناة فجيت و بعد كده عرفت انه من الزرقاء انه هم يعني قناه جديده وعندهم كوادر كويسه وما كانوا كثيرين يعني كلهم أيوة. عفراء موجوده منى ابو زيد واسماء بسيطه فجات الفرصه انه يتصمم لي برنامج طبعا شغاله لي شهور فيها لكن يمكن تشاف هسه في البرنامج في حضره جلالك لانه هو مختص بالاغنيات الوطنيه أيوة. يعني أيوة. توثيق لها فنزلت اخبار يعني في العرض الاخباري الرئيسي الوحيد في القناه نازل فيه الناس يمكن ما شافت او ما شاهدت او ما متابعه لاسباب كثيره وظروف كثيره عندي برامج برضو سياسيه شغاله عليها تمام رمضان جاء ببرنامج المنوعات لكن ان شاء الله بعد ما يخلص حرجع لبرامجي اللي كنت فيها يعني تمام يعني اختصر الطريقه ما حنكوشه في النهايه انت خلاص انت اذا قلت انا حنكوشه انا ما عندي مشكله طيب نشيل البينك ده ولا الازرق شيل الازرق طيب طيب اعتمدت في بداية ظهورك
على إثارة الجدل وليس الإعجاب. حتى عندما تزوجتي دخلت للصالة محمولة على هودج في تصرف أغضب الكثيرين وأثار استياءهم. شوفي أنا حرجع بك ورا برضو حتجاوب قبلي. طيب جاوب لا أنا حشرح لك بس أنا حرجع لك ورا كويس. رشيتي أثرت جدل في بداياتك مدريتين ثلاثة كويس. مع الحاجة الثانية استمر الجدل حتى زواجك. يعني حتى زواجك كان غريب. إعلامية خاشة صالة زواجها في هودج يحمله رجال غلاظ كان يعني كانت قصة حقيقية. كانت عارفة الكلام سنة كم؟ أنا عارف الكلام. عارفة قبل كم سنة؟ عارف. ريحت لك تعرفي شنو يا جماعة؟ ريحت لك للسيل اللي ورا. يعني الفلسفة بتاعتك شنو في 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 القصة دي؟ أنا والله محتار الفلسفة كانت شنو يعني؟ والله كانت تعرفي إنه قالوا شنو؟ قالوا إنك أنت يعني بالواضح بعيت الناس عصر رقيق كويس أيوة واللي هو الخدمة اللي بيشيلوا حسناوات وبشيلوا الأسياد وكده. ده بجد يعني ده الكلام اللي بيقاله الفرقة اللي كانت معي اللي هو الكلام ده قبل 14 سنة كويس. فرقة كانت معي كان علاقتي معهم ممتازة جدا هم ورئيس الفرقة ذات الوقت ذاك. وهو قعدت أتشاور معهم هم نفسهم. كانت الفكرة في إنه يا جماعة دارين طريقة بتاع الدخل فرعونية دي كل القصة يعني ما قال إنه حتعمل الجدل الوقت ذاك بالصورة دي يعني. فإنه يا جماعة عايزين لنا دخل فرعونية كده. هم اقترحوا معانا مع الشباب المنظمين للزواج الوقت ذاك في انه تعملوا كذا 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 كذا. ناس تشاورت بكل تراضي وهم كانوا يعني بنتشاوروا مبسوطين وفي انه في مناسبه وبيأدوا في واجب. وبعد ما انا يعني دخلت كان عندهم رقصه يعني بايقاعات المختلفه يعني ايقاع راقص بلبس بزي الفولكلور التراثي وعملت به ودخله يعني برنامج. طبعا ده ما شافت الدخله بس يعني فدي كل القصه. ده ما قصده منها يعني. يمكن يكون عدم مسؤوليه كمان مني شويه. ايوه يعني كان عدم مسؤوليه منك. كويس ده كلام كويس. شكرا جزيلا لحد هنا. شكرا عدم مسؤوليه طيب. منك دي كويس. ايوه يعني ما انتبهت انه انا ممكن الحاجه دي هي يكون عندها رد فعل سلبي يعني. تمام. انا شفت انا دي مناسبه خاصه وعملت عرس وكذا والوقت ذاك بس هسه لو حصلت ما ما تكرر يعني. الموضوع ده ثاني تمام. هسه كبرت على قلطه جدا. طيب نشوف السؤال الثالث. الجمال اختصر لك 80% من مشوار الوصول للجمهور كمذيعة تلفزيونية. يعني معنى السؤال لأنه أنا جميلة ولا شنو؟ أنت شايف روحك جميلة ولا ما شايف روحك جميلة؟ ما ده ما محور بالنسبة لي كده ممكن أفكر فيه. طيب ناس بتقول إنه رشا الرشيد واحدة من المذيعات ومعها أسامي تاني ما هو ما دخل يعني ما عندنا دخل بالأسامي دي تصنيفات. لكن هي واحدة الجمال قطع لها 80% من المشوار وصلها للناس سريع. بعد ذاك حتى الناس قاعدة يا دوب يعني وصلت. بعد ذاك بيقوا يا سلام والله فعلا دولة دي مثقفة يا سلام بدوا يكتشفوا فيك. يعني ممكن تكون الحاجة دي فيها مصداقية قدر شو؟ والله على المستوى الشخصي ما بقدر أحكم بس بمستوى عام لازم الواحدة تكون يعني شكلها مرتب وهي بتقدم يعني إذا هي جميلة بمقاييس الجمال وإذا هي ما جميلة برضو بمقاييس الناس ما شايفينها جميلة بس لازم الترتيب تكون مرتبة يعني. أنت حاسة إنه الموضوع الكلام اللي أنا قلته ده صح ولا ما صح؟ يعني أنا بتكلم كمشاهدة مثلا لما أكون بقلب في الشاشة ممكن يشدني يعني مظهر واحدة شكلها مرتب بس ما شرط تكون جميلة. ممكن تكون جميلة وفاضية أو تكون جميلة و تفقع المرارة كده يعني عرفت بالسودان عرفتها فتكون بديها دقيقتين من زماني وأنا بقلب فلو لقيتها جميلة ولطيفة وعندها قبول ووصلت لي المعلومة بقيف وبشوف على اسم بشوف اسمها وبتابعها بعد كده. إذا دخلت بمعينات طبعا دخلت بمعينات معينات هول ومعينات تانية اللي هي النيل الأزرق زمان ديك دخلت بمعينات هاي دخل أندر اللولة يعني هاي أيوة بمعينات أولى وتانية كمان يعني ما معينات ساي جيد. والتعيينات اللي بتقول إنه كان بيتم في القناة إنه بس بسماح هذي منو كان بيقول كده في القنوات بشكل عام يعني ما سمعت بالكلام انه يقولوا الجمال هو اول مقياس اول معيار بعد ذاك تأتي الصغافة وتأتي معارف اللباغة وتأتي في المرتبة لكن هو شيء بننظر له يعني جميلة في رأي كل المزيعات ديل جميلة لا في واحدين فلتوا طبعا لكن شنو فلتوا في العجوبة بعجوبة ديل ربنا كتب له عمر جديد. طيب سؤال تاني هل الجميلات دي كلهم الواحد استمرت من 10 سنين ل 12 سنة لكده ربنا يدي العمر للجميع النازل استمروا بالسنوات الطويلة ولا في جزء منهم وقف؟ لا في ناس استمروا في ناس وقفوا
خلاص يبقى هو ما مقياس. يعني انت ضربت البدايه دي ما هي حظ واجتهاد وسعي، ممكن يكون متابعه حاجات كثيره في البدايات دي. بعد كده انت يا مسكت طريقك ويا وقفته على حسب في بدايتك برضو. انا سيد انا بتكلم عن بدايتك ليه؟ انا لانه الحلقه دي ممكن يكون بيحضروها طلبه اعلام، ناس هم مقبلين كانوا صغار شديد عشان كده داري اتكلم عن الموضوع ده. طيب. بصراحه شديده وانا داري السؤال ده يعني لازم تجاوبني عليه بصراحه. رجعت شغاله معي في الحلقه دي محاوره ثقيله كده وكده. انت براك بتحاور اسمعي انا داري تجاوبني بصراحه بكل امانه. في بدايتك وانت خش مجال الاعلام ده تعرضتي لاي نوع من انواع التحرش او الاستغلال الجنسي او المساومات؟ لا طبعا. جبت الكلام ده من وين؟ لا انا بقول لك انا بسال. لا يعني. طبعا لا ما في حاجه زي دي. ما حصلت حاجه زي دي. ما في حاجه زي دي. هنو بتردد انه برضو يعني الوساطة الاعلاميه لا تخلو من الكلام يعني اعمل حسابك ما تخش الاعلام ولا لو بيحصل لك. نحن في زمننا شويه كان في تخوف ايوه انه الاعلام لانه ما كان ما كانوا الاعلاميات كتار يعني هو كان تلفزيون السودان وجاب عدي والنيل الازرق أيوة في 2000 أيوة 2001 أيوة. فكان فكره انه مذيع دي انا ذاتي حتى انا ذاتي لقيت اعتراض من العائله يعني وكبير عائلتنا يعني خيلاني وخيلان امي او كده فجزء منهم كان معترض على الحاجه دي لحد ما حاليا هم بيحضروا بيشوفوا بيقدموا لي مقترحات انه مثلا كده يعني لحد هسه قريب ده ف ما عارفه يعني الحاجه دي بتتوجد في كل يعني يمكن الاعلام لانه الاوساط فيه متداوله العلاقات فيه واسعه ممكن الكلام بيطلع لكن اذا في مضايقات ممكن تتلاقي في شركه خاصه صغيره واحده لو دارت تشتغل سكرتير ممكن تلقى مضايقات دارت تشتغل محاسبه في شركه او تكوني انت محاسبه او تكوني شغاله في التسويق او تكوني مندوبه مبيعات او غيره ممكن تتعرض للحاجه دي يعني ده اذا هي ما عندها امكانيات حتضطر تقبل بالحاجه دي عشان هي تتنازل عشان تلقى لكن اذا اصلا هي واثقه من نفسها وهي حتمشي ما محتاجين اصلا ممكن تتعرض للموقف هي ما عندها دخل فيه ولكن رد فعلها هي بعد ما تتعرض للموقف ده. كلام جميل كلام جميل. خلينا نطلع فاصل ونرجع ثاني. تمام صحيح. طيب فاصل ونرجع ثاني خليكم معنا. هذا البرنامج ياتيكم برعايه بازبار للسفر والسياحه. اهلا بكم الاعزائي المشاهدين في القسم الاخير من برنامجنا ولا زلنا في حضره المحاوره رشيد رشيد. مرحبا بك يا رشيد. نورنا والله. لا نورك والله يا دين الشيخ. تسلم يا رب العالمين. نحن يتبقى لنا اوكي صندوق واحد اللي هو سؤال الزلزال. السؤال ده انت هتقريه. انا عارفك قبل ما تفتحي السؤال السؤال ده تحت قريبه هتقومي لو حابه انه نزل هتقولي نزل وما حابه هتترجعي في الصندوق ده وحطيه هنا كويس لكني لاني اثق في انك شجاعه ما تشتغل الشغل ده انت خلاص لا ما اللعبه دي ما تلعبها معي لا انت افتحي هذه لا 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 يعني بثق في انك انت يعني مستحيل تطلع من الحته دي وانت ما تكون جاوب على السؤال انا ممكن اخذلك وانا اكون ما شجاعه خلاص صح ده كلام ثاني طيب نشوف يعني لازم انت زي ما قلت لك في الفاصل يعني تدس السم في العسل ترجع السؤال ده؟ هرجعه جدا جدا خلاص طيب ما هو ممكن السؤال ده يرجع حس انا عندي في الحلقه دي حلي لي ارجع لي ثاني 10 سنين لورا ارجع لي حلي لي شوف انت لازم اديك طيب حاجه انا اقول لك انا حاجة. السؤال ده انت عارفه حتقولي يا ريتك لو جاوبت على السؤال ده ليه؟ نتكلم بصراحه تمام بصراحه شديده دي مراوغه منك اذا انت نفس السؤال حتديني مطابق لا 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 ما لا لا مستحيل طبعا مستحيل خليني اتكلم بصراحه الاعلاميه الممكن يعني رشا تكون بتقعد بتحضر لها يعني بتقعد لها وعارفه انه الزول بتلعب في ملعبها الكلام ده ممكن يكون هسه ممكن قبل كان كنت مركز معاها نفس تركيزك في الحلقه دي كنت مركز معاها جدا ليه لانها بتلعب في مساحاتك كان في تنافس بيناتكم حاسس انه لا لما تكون معاك في حلقه او تشوف تجيب حته بتكون عامله لها وضع براها كده منو ممكن يعني ممكن في مجال المنوعات انا بس لانه الفتره الاخيره صراحه بس لانه بقيت اتجه لانه احضر الاخبار اكثر واشوف القنوات الاخباريه اكثر ولكن لو رجعت للمنوعات ممكن اقول لك سلمى سيد
سلمى سيد بحب مفرداته وبحب جمله وطريقته وبحب ثباته جدا وثقافته عموما يعني بحبها خالص بشكل عام. تحية لنا بنقول رمضان كريم برضو عليه إن شاء الله وصوم وتفطر على خير. طيب أنا طبعا لسه ماشي أنا الحلقة دي ماشي هسه ساي ماشي معك ما عارف دي غلطتك عارف ليه ماشي معك دائما أنت تعمل لك أسئلة احتياطي للضيف أعمل احتياطي ممكن يجيك الضيف ما ملتزم زي كده يعني أسئلة عادية بتتخطى هنا الناس بتجاوب عليها بتمشي فيها في أسئلة في أسئلة مشاهد ممكن ما يستفيد منها حاجة ما في داعي ليها ما حضيف للمشاهد حاجة والله شوفي طبعا استفيد من المشاهد دي او ما استفيد بحدد منه بحدد انا الضيفه لا بحدد انا الضيفه لا انت هسه اقول حاجه انت بالمناسبه يعني انت حتى هسه في البرامج بالمناسبه اللي بتعمليها انت ما ديكتاتوريه درجه يعني انت حتى في في في, في البرامج اللي بتقدميها سواء كان معك زول او انت براك او الى اخره بتدي الناس مساحات عارف ليه دي الحاجه اللي ميزتك بالمناسبه ما بتقاطعي انت عارف المزاعد انه مشكله اساسيه منتبهه للمشكله دي انا وبحب دائما لانه انا عارفه انا هدفي انا جايه لشنو أيوة. انا جايه عشان القدامي يقول معلومه اوصلها للمشاهد انا ما جايه استعرض المعلومات اللي عندي وممكن اي بدايه كلام انا يكون عندي نهايته ما معنى انه انا اقوم اقطع عشان اقوم استعرض عضلاتي في المعلومات اللي انا عندي اللي عندي والما عندي ده بيظهر المشاهد ده عارف اي حاجه وظاهره له وانا ما محتاجه ابين اي معلومه عرفتها وداك ضيف جايني في محلي لكن لما اكون ضيف عند شخص لازم اكون شرسه شويه لا ولا حاجه قوم يا زلمه قوم خلينا الحلقه دي الحلقه دي انا اقول حاجه خلاص بوظت عليك يا حبيبي سعيد بك جدا والله يا الله يسلمك يا رشا يعني كنت ضيفه يعني ضيف عزيز علي تمام في الحلقه دي وما كذب عليك يعني انا اصراري كان انك لازم تكوني معي يعني في الحلقه دي لاعتبارات كثيره في مقدمتها القبول الكبير شكرا والحب اللي بيمروا بيك الناس عارف اشوف يعني الحقيقه شايفيننا نحن والاحترام والتقدير عارفه بيتعاملوا معك تعامل خاص فانت كان لازم تكوني ضيفه علينا في الزلزال نستدعي معك الحياه المؤلمه اللي بتمر بها البلد وفي نفس الوقت نناقشك في جوانب حياتك فانا شاكر لك جدا والمساحه الاخيره حره بالنسبه لك شكرا لك انت كمان برضو يا دندش يعني الحلقه اللي عملتها معك قبل كم سنه يمكن دي كان من أول اللقاءات اللي أنا عملها يعني الناس شافت رشا بوجه تاني غير إنها هي مقدمة فأنت بتعرف تطلع المعلومة من الضيف يعني إلا أنا معرفت تطلع من لا 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 حورتين محاورة شديدة يعني إلنا لا لقيتين صايم تعالي بعد الفطور لكن الفكرة إنه برنامجك يعني ما مصنف من برامجي يعني مش بقول لك صحافة صفراء وإعلام أصفر وكذا فهي حاجة بتهبش كده وبتطلع عرفتها بتدي ماخذ واخذ راحتك واخذ راحتك فاتح الباب احنا الانتقاد عندنا يعني عادي فاتح الباب على الجهتين انت عرفتها متوازن وكمان المشاهد عايز كده مرات أحيانا عشان تلفت نظره فأنت محتاج أنك تلفت نظر المشاهد لبرنامج معين فأنا متأكد أنه كل الحلقات مميزة جاهد السلام يا رب العالمين وإن شاء الله دائما موفق وإنت كمان يا رب العالمين بالتوفيق لك والتحية برضو للأسرة الكريمة إن شاء الله شاكر لك كثير جدا جدا وإن شاء الله رب العالمين نلتقي في مساحات أخرى إن شاء الله بإذن الله. شكرا لكم برضو والأعزاء المشاهدين كانت دي حلقتنا الليلة من الزلزال نلتقي في حلقة جديدة كونوا في أمان الله هذا البرنامج يأتيكم برعاية بازبار للسفر والسياحة.